السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو أن تلتمسوا العذر لأخيكم في التأخر عن الموعد، أظن تأخرنا نصف ساعة عن الموعد فسامحونا. لمدة سنوات طويلة كنا نتحدث عن الشباب في بيت الخطاب الشرعي، في ميدان الدعوة إلى الله. كنا نتحدث عن الشباب بنوع من الجزم الذي يمكن لي اليوم أن أقول أنه أهوج، بنوع من الجزم ممكن أن أعتبره متغطرس، بأننا قد فهمنا الشباب وأننا ندرك ونلمس معاناة الشباب وأسئلة الشباب وتفكير الشباب. قبل فترة لما بدأت تنتشر وسائل التواصل الاجتماعي جاني أحد أبنائي من الشباب وقال لي لابد أن تدير بنفسك صفحتك التي في التويتر. فقلت خلاص، قلت أنتم في المكتب تديرونها وتضعون فيها العبارات والدروس قالوا لا، هذه اسمها تواصل، التواصل معناه من الطرفين هنا. فمن أهم الفوائد التي استفدتها عندما تورطت طبعا في وسائل التواصل الاجتماعي أني أدركت كم كنا غافلين عن حقيقة الفهم لأبنائنا وإخوتنا من الشباب. هذه مسألة، فلهذا أنا أشعر أننا في بيت الخطاب الشرعي مدينون باعتذار لكم معاشر الشباب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية موضوع السؤال. السؤال هو مفتاح العلم، وعندما سئل سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ترجمان القرآن بما نلت هذا العلم، قال بلسان سؤول، صيغة مبالغة، سائل سؤول، بلسان سؤول وقلب عقول، بلسان سؤول وقلب عقول. ولكن في العقود الماضية انتشر بين الناس تصور مفاده أن هناك خطوط حمراء في السؤال فيما يتعلق بالدين، ونتج فيما أظن هذا التصور عن شيء له علاقة بالثقافة التي نشأنا عليها في البيوت. إذا الولد الصغير سأل سؤال يحرج الأب أو تحرج الأم من صغره في أمر له علاقة في الدين وليس لدى الأب أو الأم جواب، اسكت حرام أنت حتكفر. وممكن هذه بعد ذلك انتقلت إلى المسجد، يأتي يسأل الشيخ في المسجد يقول أنت حتكفر، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. فنشأ حاجز، بعض الناس خلاص تقبل، هناك في مناطق ممنوعة لا نسأل عنها، وهناك من لم يتقبل ولا يزال السؤال لديه، فوجد من يجيب على الأسئلة بما يزيده تشويشا. ولما حصل الانفتاح على الثقافات الموجودة في العالم وصار الشباب يقرؤون الآراء الفلسفية المختلفة ما يستجد منها، وإن كان القراءات تفتقر في كثير من الأحيان إلى المنهجية في القراءة، ولكن زادت الأسئلة بسبب ذلك. الحقيقة أن السؤال هو مفتاح العلم ومفتاح معرفة الله. ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أن السؤال إن قام بقصد طلب المعرفة فلا خطوط حمراء أمامه. لماذا وضعت هذا الضابط أو هذا القيد إن كان بقصد حصول المعرفة؟ القصد لا يستطيع أحد أن يحكم على قصد أحد، فبالتالي هذه مسائل ربانية لا يمكن لأحد أن يحكم فيها على أحد. ومن منازعة الله في خصائص الربوبية، من منازعة الله في خصائص الربوبية الحكم على نوايا الناس، فليس من حق أحد كبيرا كان أو صغيرا، شيخا أو حاكما أو أستاذا، أن يحكم على نيات الناس ولا على مقاصدهم. الكلام هو متعلق بتقييم الأفكار والأفعال فقط، أما النيات والمقاصد فلا. فلماذا إذن نقول إن كان السؤال بقصد الاستفادة؟ أي هذه المسألة هو الإنسان يعرفها من نفسه، مهمتنا نحن أن ننبهه
إلى أن يكون حذرا عندما تكثر لديه الأسئلة من أن يختلط لديه تختلط لديه محبة المعرفة بالهوى النفسي القائم على مجرد السؤال للسؤال 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 في المتاهة دون وجود منهجية تنظم الأسئلة أو تنظم أجوبة الأسئلة لتشكل لديه رؤية فكرية مكتملة. فقط هذا الحاجز الوحيد الذي لا يمكن أن يضعه أحد أمامك، أنت الذي ينبغي أن تضعه أمام نفسك، أنت الذي ينبغي أن تضبط به نفسك لا أحد آخر. بقي قبل أن أفسح المجال للتساؤلات، واليوم أستاذن السيد رئيس الجامعة والأساتذة الحضور الدكاترة أن نقول للشباب أنه لا خطوط حمراء على السؤال، لا خطوط حمراء على السؤال، وإذا سئلت في شيء لا أعرفه إن شاء الله أني لا أخجل من قول لا أعلم. ولكن أختم قبل أن أفسح المجال بقول شيء، وهو أن احتجاج البعض بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم في منع أو تحديد مجال التساؤلات المعرفية، هو نوع من استباق الاستنباط من القرآن دون معرفة، وهذه مشكلة أن الكثير من غير المتخصصين أو من غير المتمكنين أحد النوعين يتصورون التفسير. الآية نزلت بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جمع من الصحابة فقال سلوني ما دمت في مقامي هذا، يعني فتح مجال الأسئلة بدون حدود، سلوني ما دمت في مقامي هذا عما شئتم. فقام رجل وقال يا رسول الله أين بعيري، كان مضيع بعيره في بدوي كان مر بالمدينة، قالوا بعيرك في وادي كذا. الثاني قال يا رسول الله من أبي، من أبي، كان الناس يتحدثون باتهامه باتهام أمه في شرفها، أي أنه ليس ابنا شرعيا لمن نسب إليه. فقال له أبوك حذافة أو حذيفة، فلما دخل إلى عندي أمه قالت ما رأيت أعق منك، ما رأيت أعق منك أشد عقوقا منك، هب لو أني كنت قد أخطأت أكنت تفضحني على رؤوس الأشهاد بسؤال رسول الله. فأنزل الله في مثل هذه الحالة لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، أي من الأشياء التي من شأنها الستر. وهناك موقف آخر وهو موقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنه بلغه أن رجلا يقال له صبيخ، صبيخ هذا كان يكثر الأسئلة في المتشابهات، فلما بلغ سيدنا عمر أن يسأل الناس أسئلة معينة قال هاتوه نادوه. فدخل صبيخ يعني فرحان فقال لسيدنا عمر لدي أسئلة، قال هاتي أسئلتك، فأجاب عن بعض فطرح بعض أسئلته، فرفع سيدنا عمر الدرة العصاية وضربه بها قال اخرج من هنا. أخذها البعض احتجاجا من الذين لا يريدون فتح مجال الأسئلة أنه سيدنا عمر منع، وأخذها البعض احتجاجا ليتهم الدين وأئمة الهدى في سعة أفقهم. ولو كان قرأ القصة من مصادرها الأصلية، وهذه مشكلة نصف العلم، يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن نصف ينقل عمن قبله أن نصف هلاك العالم من نصف طبيب ونصف عالم، أما نصف الطبيب فيهلك الأبدان وأما نصف العالم فيهلك الأديان. المهم هذا الرجل القصة أصلها أنه كان يذهب إلى الجند في المعارك قبيل المعركة فيسألهم أسئلة تشكيكية تثير الشكوك في دينهم وتثير الشكوك في معتقدهم وتثير الشكوك في صحة جهادهم، فيحصل نوع من التخذيل. هذا شيء مختلف عن مسألة السؤال للعلم أو طرح السؤال لفتح الأفق، هذا تهديد لما يسمى اليوم بمعيارنا اليوم الأمن القومي. المعركة محتدمة، لو كان الرجل يريد أن يفهم لسأل أهل العلم لما أثار الشبهات بأسئلة بين الجنود، فلهذا ضربه سيدنا عمر. ولما خرج الخوارج بعد ذلك نادوا لينضم إليهم قال رحم الله الشيخ فقد أدبتني درته، فقد أدبتني درته. فهمنا من ذلك أنه لا حدود للسؤال، وأن ما ورد من تحديد السؤال إنما هو نوع من فسح مجال السؤال الحقيقي، فسح الطريق أمام السؤال الحقيقي. أسأل الله عز وجل لي ولكم كمال التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وسامحوني مرة أخرى على التأخر في بدء المجلس.
نقطة على فضيلة الداعية كابتن جافري اللي هو مثلا في الدروس الشيخ ياخد الشاي كل البرد الموجود نبدأ طلبت الأسئلة من الدكتور جافري. أنا برضو أنا عايز أوجه خالص الشكر والتقدير على تبني كلية الآداب الجامعة لأن صوتي واضح سامعيني يا شباب؟ أنا على فكرة في محاضرات عمري ما استخدمت الميكروفون. عشان نتصور بس يا دكتور أنا حتى في المحاضرات عمري ما استخدمت الميكروفون. دايما بحس إن أنا بكون قريب من الشباب اللي غير مني إيه؟ طيب بوجه الشكر الجزير للزميلة الأستاذة الدكتورة أميرة عبد السلام عميد كلية الآداب يوسف شعبان عميد كلية الخدمة الاجتماعية الشريف من معالي النائب الاستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعه الدكتور جمال شكري دكتور رئيس الجامعه اللي جاهز منها يتفضل يلا عشان يعني لا نشق على فضيلة الشيخ. خط مرحلة الشك للوصول إلى اليقين في الحياة العامة. أحتاج إلى توضيح أكثر للسؤال، الشك في ماذا؟ أي هذا سؤال آخر سيدنا، هو يقول كيف نتخطى مرحلة الشك للوصول إلى اليقين في الحياة العامة؟ على كل، اليقين عرفوه بأنه الاعتقاد الجازم الذي لا يقبل التردد، هذا يسمى يقين. اليقين هو الاعتقاد الجازم الذي لا يقبل التردد، وهو على مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين أول درجات اليقين، كمثل أن يكون لدى الواحد منا يقينا بأن هناك وحدة للقياس اسمها بأن لدينا وحدة للقياس اسمها النانومتر. من يعرف لي النانومتر يا شباب؟ ها؟ تساوي ماذا النانومتر؟ ولا كله أدبي هنا؟ النانومتر يساوي كم؟ تفضل. أحسنت، جزء من المليار من المتر. ونحن سننتقل إلى مرحلة النانومتر الآن في العالم، بدأنا الانتقال. أنت تصدق بوجود النانومتر صح؟ تصدق إلى درجة ما عندك مجال للشك أن توجد هذه الوحدة، بالرغم أنك لم ترها، لم تمتلك الجهاز الذي يستطيع أن يوصلك إليها، لم تقوم بهذا الفتح العلمي، لم تتوصل إليه، لكن لشدة تواتر الخبر ورؤية أثر الخبر من اختراعات جديدة بنيت على هذه الوحدة، بنيت على القدرة على التوصل إلى هذه الوحدة، لم تعد تشك فيها. هذا علم اليقين، أنت ما رأيت. فإذا تخصصت في الفيزياء ثم دخلت المجال وأصبحت وامتلكت أو المؤسسة التي تدرس فيها امتلكت وسيلة التوصل للوقوف على هذه الوحدة القياسية، فأنت حينئذ عاينت هذا الأمر، فأنت في عين اليقين. إذا تطورت أكثر وصرت ممن يبنون اختراعات على أساس هذه الإمكانية التي توصل إليها، فأنت تحققت بالمسألة، أصبحت حق اليقين. أحد منكم يشك في 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 أن هناك وحدة للقياس الزمانية اسمها الفيمتومتر، فيمتو ثانية؟ ها؟ المفروض ما في مصري يشك فيها، لأنه الدكتور أحمد زوير رحمة الله عليه أخذ جائزة نوبل على اكتشافه هذه الوحدة. فنحن عندنا يقين أن هذه الوحدة القياسية للزمان أصبحت موجودة لدى البشر، وأصبح لدى البشر الإمكانات للتعامل معها. لكن لم نقف على ذلك، نحن ما عندنا شك، لكن لم نعاين ولم نصل إلى درجة التعامل مع هذه الوحدة. وهناك مقابل اليقين، حاضر، هناك مقابل اليقين التردد، وهو ثلاث مراتب: الظن والشك والوهم. الظن غلبت الأمر، يعني في الغالب أنه أيوة كذا صح، يقابله الوهم في الغالب أنه لا مستحيل،
عكس الظن. والشك عند استواء المسألة، استواء الاحتمالين يسمونه شكا. هذا التعريف الذي يقرأ في الكتب، لكن الذي كتب السؤال لا يقصد هذا، الذي كتب السؤال لا يقصد هذا. نحن تفضلي. حاضر، بس تفضلي يا أستاذة، تفضلي. أيوة، أنا كان قصدي إن في الحياة العامة إحنا كشباب بنوصل لمرحلة إن إحنا في حاجات كتير قوي بنشك فيها، يعني حاجات في دراسة، حاجات في حياتنا. فإن أنا أوصل بقى دي مرحلة الشك دي إزاي، وإن أنا أوصل لليقين دي مشكلة بتواجهنا عامة. فأنا كنت عايزة أعرف إن أنا يعني أتعدى المرحلة دي إزاي، وأوصل المرحلة. بارك الله فيك، هذا المقصود. الشباب الآن، الشباب الآن حسب ما تذكر ابنتنا صاحبة السؤال، الأخت السائلة أو ابنتنا السائلة، حسب ما تذكر أن الشباب الآن لديهم نوع من التردد والشك في كل شيء يحيط بهم. حصل اهتزاز في كثير مما كان الشباب يظنونه حقيقي، ثوابت، ليس فقط في أمور الدين، في أمور الدين، في أمور السياسة، في أمور الحياة، في أمور الاقتصاد، في المسلمات، في القيم، في الأخلاق، في حالة ارتباك كبيرة. صحيح هذا موجود وله أسباب كثيرة، يعني من ضمن الأسباب أن الشباب صدموا في أشياء كثيرة في المرحلة الماضية، صدموا فينا نحن في بيت الخطاب الشرعي، صدموا في كثير من المسؤولين في الدولة، صدموا في كثير من القدوات في البيت، في المنزل. لكن هذا ليس هو السبب الوحيد لكي نكون منصفين، هناك سبب آخر ينبغي معرفته والوقوف عنده بشجاعة، مواجهته بشجاعة. هذا السبب هو أن الكثير من شبابنا يحتاج إلى أن يسأل نفسه: ماذا أريد من الحياة؟ أنا إيش هدفي من الحياة؟ يحدد الهدف من حياته. هدفي من الحياة مقصور على أني آكل وأشرب وألبس وأجيب تقدير كويس في الدراسة وأدخل جامعة كلية تناسبني، وبعدين أتخرج من الكلية بمجموع كويس، وبعدين أبحث عن عمل أو أخذ دراسات عليا. هذه كلها وسائل ليست غايات، لكنها أصبحت في حياتنا اليوم تشبه الغايات، بحيث أصبحت هي معيار النجاح والفشل في الحياة. حتى أن بعض شبابنا لديه إمكانيات ممتازة جدا في غير المجال الجامعي، في مجالات المهن مثلا الفنية، لكن تراه لا يذهب إليها، لأن النظرة الاجتماعية دونية، فيها نظرة دونية، يشعر أنه أقل لأنه لم يأخذ الجامعة، ولما يريد يرتبط بفتاة نظرتها له مختلفة. ولما هناك مشكلة تتعلق بالإجابة عن السؤال: ماذا نريد؟ لماذا خلقنا؟ ما المقصود من وجودنا؟ كان السابقون من الفلاسفة يسمونها الأسئلة الكبرى أو الأسئلة الوجودية: لماذا خلقت؟ ما المقصود من وجودي في الحياة؟ ماذا أريد من هذه الحياة؟ لأن الإنسان الذي يحدد مقصوده من الحياة، يحدد الهدف من وجوده، ثم يرتب الأولويات بناء على هذا الهدف، يصبح لديه رسوخ. حتى لو جاءت الرياح التي تهز ممكن يهتز، لأن احنا بشر، لكن بعد ذلك يثبت، ما يكون عنده المشكلة كبيرة، ما تتمكن منه المشكلة. نحن بصفتنا من أهل الإيمان، من أهل الإسلام، نؤمن أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لأنه أراد أن يخلقنا لإرادته، لحكمته، ثم أمرنا بعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي الوظيفة من الوجود. العبادة ليس المقصود بها فقط أداء النسك من صلاة وصيام، لا، العبادة معنى أعمق أفهم به، معنى كوني مسؤول في هذه الأرض عن هذه الأرض. وعباد الرحمن، شوف كلمة عباد، الذين يمشون على الأرض هونا، بمعنى أنه حتى مشيتهم على الأرض فيها شعور بالمسؤولية تجاه الأرض، ما فيها تكبر، ما فيها غطرسة، ما فيها تلويث للبيئة، ما فيها تخريب للنظام البيئي الموجود في الأرض، لأنه يشعر أنه خليفة الله في الأرض. مفهوم الخلافة الذي سطح على يد الجماعات الموجودة إلى درجة رأينا الكوارث التي حصلت بسببها، لما اقتصر على جعله مربوطا بالحكم وبالسياسة. لا، كل واحد منكم خليفة الله في الأرض،
عليه أن يقيم معنى الخلافة في نفسه في من حواليه، أي أنه مسؤول عن هذه الأرض، عن الحفاظ عليها، عن عمارتها، استعمركم فيها. فكل واحد منكم صاحب مهمة، هذه المهمة تستغرق جانب صلته بالأرض بالمحسوسات، وتستغرق العلاقات الإنسانية البشرية لها نظام، وتستغرق المعنى القلبي الروحي في نظرتي لهذا الوجود. تعرفون الصوفية يقولون أن الفرق بين صاحب اليقين وبين غيره أن صاحب اليقين إذا نظر إذا إلى شيء في هذا الوجود لا ينظر إلى شيء منفصلا عن خالقه، فهو لا ينظر إلى مكون إلا ويرى المكون قبل الشيء أو بعده أو فيه. فيه ليس أنه يحل فيه، الله منزه عن الحلول والاتحاد، والحلول والاتحاد كفر، لكن مثلها ولله المثل الأعلى، مثل رؤية القمر على البركة إذا صفت في الليل، إذا في بركة ماء صافية والقمر مكتمل كان بدرا والسماء صافية، ما الذي يحصل؟ يعني نرى انطباع هذا القمر على البركة، هل حل القمر في البركة؟ القمر لا يحل في البركة، لكن نور هذا القمر يحل في البركة. وكذلك كل ذرة من ذرات الوجود هي بلسان حالها تدل على موجدها، وصاحب البحث عن إنارة قلبه، عن تطهير باطنه، يرى الله في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فلا ينظر إلى ذرة من ذرات الوجود نظرة منفصلة عن صلتها بموجدها، منفصلة عن مهمته تجاه هذه الذرة. لذلك هو لا يمكن أن يسيء إلى جماد أو نبات أو حيوان أو يضر بها فضلا عن الإنسان، حتى إذا أراد أن يذبح حيوانا ليأكله يستشعر معنى المسؤولية، الله سخر لي هذا الحيوان لأكله وأباح لي هذا الفعل، لكني مع ذلك إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، لا يريها السكين قبل ذلك، لا يذبحها وهي عطشة وهي جائعة. يعني في قواعد جاءت في التعامل، إذا أراد أن يقطع شجرة لا يجوز أن يقطع شجرة إلا لحاجة لانتفاع بهذه الشجرة، يقول بسم الله عند ذبح البهيمة، يقول بسم الله عند قطع الشجرة. ما معنى كلمة بسم الله؟ معنى كلمة بسم الله أي بما فوضني الله عز وجل، بما جعلني مستخلف عليك باسمه سبحانه، أنا لي الحق أن أتعامل معك يا هذه الكائنات المحيطة بي. ومع ذلك هو يجل هذه الكائنات، لا يرى لنفسه فضلا عليها، لا يرى أنه أفضل منها، لا يتكبر لا بمال ولا بجاه ولا بعلم ولا حتى بتدين ولا بعبادة، ولا حتى بتدين ولا حتى بعبادة، بل يرى أن ذلك حجة عليه إذا لم يتق الله عز وجل فيما يفعل. ولهذا كان بعض العارفين بالله من أهل الله مار في الطريق، فجاءه أحد الساخرين. تعرفون أحيانا الشباب يعني الواحد يطلع في دماغه ينكت على أي حاجة، أحيانا يفقد الميزان في متى يكون النكتة صح متى تكون غلط. فرأى هذا الرجل الفقير يمشي، فقال وهناك كلب يمشي، قال له يا شيخ. قال نعم. قال من أفضل أنت أو هذا الكلب؟ أيهما أفضل أنت أم هذا الكلب؟ فغضب بعض من كانوا مع الشيخ فقال دعوه، ما أعد علي سؤالك يا بني. قال أيهما أفضل، أيهما خير، أنت أم هذا الكلب؟ قال إن أنا تجاوزت الصراط ودخلت الجنة فأنا خير منه، وإن أنا سقطت من على الصراط وهويت إلى النار فهو خير مني، لأنه لن يكون صاحب سخط من الله عز وجل، بمعنى أنني لو استقمت على المعاملة الراقية فأنا أفضل منه، وإذا استسلمت لهوى نفسي ولرغباتها وضعفت أمام ذلك ولم أتدارك نفسي بالرجوع فهو خير مني. هذه مشاهد إذا الإنسان بدأ يحدد ماذا يريد من حياته فيها، مسألة الشك واليقين ستصبح قضية يرتقي بها حتى الشك. ولهذا نقول يا شباب، إذا جاءت لأحدكم لحظة بدأ يشك فيها حتى في مسلماته الدينية والعقدية، تمر بالإنسان لحظات، وأحيانا يعني تأتي شبه كثيرة وتثار أمور، أو حتى ليست مسائل فلسفية أو علمية، أزمة ما قدر الإنسان يتحملها، ابتلاء ما قدر يصبر عليه،
أكبر من طاقته فيما يظن، فتأتي لحظات يتردد فيها يعني في إيمانه. إذا جاء لأحدكم جاءت لأحدكم لحظة مثل هذه اللحظات لا يقلق، نعم أي لا تقلق، مهما كانت الشبهة التي تثار في داخلك تلقاها بطمأنينة، واسأل من يمكن أن يفيدك ماذا تقرأ وكيف تستوعب المسألة ممن هو متخصص، ومتخصص بمعنى في هذا المجال، مجال الفلسفة، مجال علم الكلام، مجال المنطق، يستطيع أن يتعامل مع هذا الأمر فيجيبك بإقناع بما يقنع ويدلك على ما تقرأ. وإذا كانت المسألة ليست فلسفية أو علمية لكنها مسألة شعور في الداخل، ممكن يدلك على معنى معاملة قلبية مع الله، ممكن يدلك على الذكر لله عز وجل فيهدأ روعك. بمعنى يا شباب، العشر السنوات المقبلة التي ستمر بكم ستسمعون فيها أصوات عالية جدا تشكك في كل الثوابت الدينية العقدية والوطنية والأخلاقية والأسرية والثقافية، كل وقد بدأت هذه الموجة الآن في التشكيك بالتدرج، بدأت في موضوع البخاري ومسلم وكتب السنة، ثم كل السنة النبوية، ثم الهجوم على الرموز التاريخية، ثم وبعد سنة ونص أو سنتين ستسمعون من يتكلم عن جمع القرآن ويبدأ يشكك في المسألة، ثم ستعلو الموجة أكثر وأكثر. أنا أقول لكم من الآن ستعلو أكثر وأكثر. سؤال مهم، سيادة رئيس الجامعة يقول إذا أذنت لي يعني ما السبب، أجيب على سؤالك الآن. بس أنا أولا يعني أود أن أقول أن أول ما تقابلون به هذه المشكلة لا تقلق، دينك متين عظيم لا يهز مثل هذا الشيء، دين الله متين، في كل سؤال يوجد جواب، بس يعني بالراحة خذ الأشياء. أما الجواب على سؤال معالي رئيس الجامعة ما السبب، في دراسة احنا عندنا مؤسسة أبحاث اسمها طابة، طابة بالتاء المربوطة وليس بالألف، اللي بالألف في سيناء، لكن طابة طابة هذه من أسماء المدينة، طابة وطيبة، طيبة وطابة من أسماء المدينة. صحيح البخاري ومسلم لما رجع إلى المدينة من تبوك قال إنها طابة صلوات ربي وسلامه عليه. لأن عندنا قسم مبادرة اسمها الدراسات المستقبلية، درسنا في هذا القسم من حوالي 7 سنوات تحديدا من وصول الإسلاميين إلى الحكم، عملنا حلقة نقاش مغلقة في داخل المؤسسة مع بعض شبابنا ليبحثوا ما الذي نتوقعه. زمان كان اللي يحكم ويظلم ويغش يعني من ظلم، من حكم باسم نفسه وظلم بغض نفسه بغض الظلم إلى الناس، لكن من حكم باسم الله وظلم بغض الله إلى خلقه. فكان عندنا قلق كبير من الإخفاق المؤكد الواضح معالمه، الواضح معالمه لدى الإسلاميين لما بدأوا يصلون للحكم. فالذي توصلنا إليه بعد نقاش أن هناك مشكلة من ستكون ردة فعل وستنتشر، وجدنا أن هناك 4 أسباب. السبب الأول ما أسميه بالأمية الدينية يا دكتور، الأمية الدينية، الأمية الدينية. زمان كان الواحد منا يفهم أوليات الدين قبل أن يدخل أول ابتدائي، الكتاب البيت، وحتى كانت مادة الدين في المدارس مادة جازلة أو فيها فائدة الأجيال السابقة. الآن ممكن بعض الشباب يتخرج من الجامعة وبعض أوليات الدين غير متضحة عنده، في أمية دينية، يحمل شهادات عليا ولديه أمية دينية. هذا السبب الأول. السبب الثاني قبح الأصوات المرتفعة من الخطاب الإسلامي المعاصر. عندما نقول الخطاب الإسلامي ليس كلام الله ورسوله، الخطاب الإسلامي فهمنا نحن لكلام الله ورسوله وتبليغنا إياه للناس، هذا فيه قبح كبير في السنوات الماضية، قبح من جهة الناحية القيمية، قبح من الناحية السطحية اللي موجودة فيه، في سطحية شنيعة، في نوع من الانتهازية في هذا الخطاب، في نوع من التعجل. جات فترة كذا كان في موجة، ما أدري أحد منكم يتذكر يا شباب الإعجاز العلمي في القرآن، وصارت مهنة من لا مهنة له. أنا لا أنكر الإعجاز العلمي في القرآن، لكني لا أقر أن القرآن كتاب إعجاز علمي فقط، القرآن مش كتاب فيزياء ولا رياضيات ولا كيمياء ولا.
فحصلت اندفاع شديدة، صار أي اختراع جديد، أي نظرية، يبحثوا عن أي آية يلوون عنق النص ليقولوا آه مذكورة في القرآن من قلب الأرض 400 سنة، وبعدين يجي نظرية أخرى تلغي النظرية الأولى، صاروا في ورطة. فصار عندنا مشكلة قبح الخطاب الإسلامي. فلما وصل الإسلاميون إلى الحكم صار قبح التصرف الإسلامي، مش بس الخطاب الإسلامي أضيف إليه. هذا السبب الثاني. السبب الثالث التخلف الذي تعيشه أمتنا يا دكتور. نحن نعيش حالة من التخلف الحضاري التقني الصناعي المعرفي عن العالم، وهذا التخلف جعل بيننا وبين العالم ما يشبه السنين الضوئية، وهذه حقيقة مؤسفة لكنها حقيقة، وهي بالمناسبة تعتبر إثم في الشريعة عندنا. في شيء عندنا اسمه فرض الكفاية، من يعرف فرض الكفاية يا شباب؟ تفضل. شكرا. فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الكل، وإذا لم يقم به أحد أثم الكل. هذا عكس فرض العين. فرض العين كل واحد لازم يقوم به. من فروض الكفاية في الشريعة ألا تكون أمتنا عالة على الأمم الأخرى، لا في علم من العلوم، ولا في ثقافة من الثقافات، ولا في صناعة، ولا في زراعة، ولا في جانب من جوانب التطبيقيات المعرفية. نأثم جميعنا إذا صرنا عالة على الآخرين، نستفيد من الآخرين، نشارك الآخرين، لكن لا نكون عالة عليهم. التخلف الذي نعيشه جعل العديد من الشباب يا دكتور يقولون أن أو يقيسون بين ما يجري اليوم، يقارنون ويجرون مقارنة بين تخلفنا اليوم وما حصل في أوروبا في القرون الوسطى، حيث كانت ما تتهم به الكنيسة الكاثوليكية آنذاك من محاربتها للتطور العلمي، فصاروا يقيسون ذلك على أن أيضا المسجد اليوم ورجال الدين كما يسمونهم أو علماء الشريعة مارسوا هذا الدور من الذي أدى إلى التخلف. كيف قابلنا جامعة الأزهر؟ ها؟ كيف قابلنا جامعة الأزهر بعلومها؟ أنعم وأكرم سيدي بجامعة الأزهر، بس إذا أردنا أن نعالج مشكلتنا لابد تكون لدينا الشجاعة والجرأة والصراحة والوضوح، إلا في مشكلة. عندنا مشكلة، عندنا مشكلة حقيقية. لما تصبح من نشاطات التنظيمات الإسلامية هدر مواهب الشباب لصالح العمل التنظيمي، عقليات من الشباب يمكن أن يكون فيها مخترع، يمكن يكون فيها مطور لجانب معين، يمكن يكون فيها ما ينفع البلد، فيغمس في العمل التنظيمي بعيدا عن التفكير أو التفريغ للمجال الذي فيه. عندما يكون عندنا في جامعاتنا في العالم الإسلامي أعداء النجاح أكثر من مشجعي النجاح، من دافعي الطلاب اللي ينجحوا، عندما لا يشعر المجتهد من الشباب بأن ما يفعله يقرب إلى الله، لما يسمع أنه في البيت أو الشيخ الذي لهم صلة به أو الأستاذ أو خطيب المسجد الذي لديهم يثني على من يحفظ القرآن ولا يثني على من يخترع اختراعا للأمة، فيوجد في الذهن نوع من المفارقة مع أنه لا مفارقة بين الأمرين. هذا المخترع الكبير الكندي كتب إلى الحاكم في ذلك الوقت يا أمير المؤمنين والله ما حملني على اختراع ما اخترعت إلا العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، حيث أمرنا بالسعي في الأرض والنظر فيها التفكر. فهذا السبب الثالث، التخلف الذي نعيشه. السبب الأول أمية دينية، السبب الثاني إيش هو؟ قبح الخطاب الشرعي، الصوت العالي الخطاب الإسلامي. يعني أنت لو عملت بحث في جوجل عن عذاب القبر كم يطلع لك العدد؟ طيب لو كتبت نعيم القبر كم يطلع لك العدد؟ جربها شوف الفارق. طيب إذا أنا مؤمن، وأنا مؤمن بعذاب القبر، لابد أؤمن بنعيم القبر، ليش صار الكلام في 30 السنة الماضية كله عن العذاب والجحيم والنار؟ مشكلة، تحول الترهيب إلى تنفير. ففي قبح عندي في الخطاب الشرعي، هذا السبب الثاني. ثالث التخلف. في سبب رابع لكنه ليس أصليا يا دكتور، وإنما هو نتج عن الأسباب الثالثة، وهو الانفتاح الكبير على الثقافات الأخرى. هذا في حقيقة شيء إيجابي وليس سلبيا، لأنه عندما يتحول العالم إلى سوق مفتوح للفكر حينئذ صاحب الفكر الأرقى والأثقل يستطيع أن يوصل فكرة. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كان يعني كل ما يطلبه من قريش أن يفسح له المجال فقط ليبلغ، من يجيرني حتى أبلغ كلمة الله.
كان هذا الذي يطلبه، وافق على صلح الحديبية بالرغم ما فيه مما فيه من ظلم ومن أشياء يعني فيها ما يظهر أو ما ظاهره المذلة، فقط ليفسح المجال أمام السلام ليكون هناك ميدان للدعوة. فعندما يكون هناك سوق مفتوح للفكر، الفكر الأرقى والفكر الأرسخ يستطيع أن يجد مجاله. لكن لماذا تحول الانفتاح إلى ضرر على شبابنا وتشكك في الدين وموجات الإلحاد والتشكك؟ لأنها جاءت عندنا العوامل الثلاثة الأولى: أمية دينية، وقبح الخطاب الشرعي وآثاره الجفول الذي حصل النفرة، والتخلف الحضاري الذي نعيشه. كيف يمكننا تجاوز فراق الأحباب؟ الله، الحقيقة ثلاثة أمور: الأمر الأول إدراك أن هذا الفراق مؤقت، الثاني اليقين بأن الاجتماع محقق، الثالث طلب التسليم والرضا بما قدره المولى سبحانه وتعالى. وهذا لا يتعارض مع الألم البشري. يعني لما سألوه صلى الله عليه وآله وسلم استغربوا لما رأوه يبكي، وولده كان يحتضر سيدنا إبراهيم رضيع، كان يحتضر على حجر رسول الله، فكانت الدموع تسيل. فبعض ظن أن معنى التسليم والرضا يعني يتناقض مع الشعور الإنساني، مع العاطفة الإنسانية من الألم والبكاء. فقال يعني ماذا تفعل يا رسول الله؟ قال إنها الرحمة، يعني أنا إنسان، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا على فراقك كفراقك يا إبراهيم لمحزونون. كيفية تخطي الإحساس بالظلم؟ هذه مشكلة. كيف أتخطى إحساسي بالظلم؟ تعرف ربما من أفضل وسائل تخطي الإحساس بالظلم استشعار أن الذي ظلمك في أي شيء من الأشياء ينبغي أن لا ينجح بظلمه في أن يهزمك في داخلك. اعتبرها تحدي. يعني إيش لا يهزمك في داخلك؟ يعني لا يحول ظلمه إياك، لا يتحول إلى سبب ومبرر لوجود الكراهية والحقد في قلبك. لأن الذي يظلمك إذا نجح في أن يجعلك تحقد وتبغض، فهو في هذه الحالة انتصر عليك، أنت هزمت أمامه. لكن لن تكون مهزوما مهما كانت صور الهزيمة الحسية الظاهرة، انتزع منك شيء، أخذ حقك، سبب لك في أذى، هذه كلها الأذى الحسي الظاهر الصوري ما دام لم يلج إلى قلبك أنت لازلت منتصرا عليه، وأمامك الأخذ بالأسباب لتسترجع حقك. وإذا أخذت بالأسباب ما استطعت سيأتي يوم تقف أنت وإياه بين يدي المولى سبحانه وتعالى وينصفك منه. لكن المهم أن لا يغلبك في داخلك. إذا أردت أن تتخطى أثر الظلم، إذا ظلمت ينبغي أن تتأكد من انتصارك على داعي الكراهية في باطنك. طيب كيف أعمل هذا؟ رشدت كما يقولون، 1 2 3 1 2 3. أول شيء أدعو له في ظهر الغيب. صعبة. أدعو له في ظهر الغيب، دعاء مش دعاء الشتيمة. تعرف دعاء الشتيمة؟ الله يهدي، ربنا يصلح حاله، كأنك تشتم بس عمل نفسك تقي، أنك مش عاوز تشتم، أنك إنسان صالح. يعني جمعت بين مصيبتين، شتمت وادعيت الصلاح وزكيت نفسك أنك تقي. يعني لا، ادعو له بصدق في ظهر الغيب: اللهم اصلح شأنه، اللهم نور قلبه، اللهم وفقه للخير، اللهم رده إليك مردا جميلا. في البداية ستشعر أن دعاءك له غير صادق. يعني أنت من وراء قلبك، زي ما يتقال في مصر، من وراء قلبك لسانك، معليش برضه أدعو وقل: يا رب ها أنا ذا أطيعك فيما أملك وهو لساني، فأعني على ما لا أملك وهو قلبي. فالنقطة الأولى الدعاء له في ظهر الغيب. النقطة الثانية تذكر ما يترتب على المسامحة. أنت ما أخطأت في حياتك أبدا؟ من الذي لا يخطأ؟ من ذا الذي ما ساء قط
ومن له الحسنى فقط. محمد الهادي الذي عليه جبريل وهبط هبط، وإلا من غيره؟ كلنا نخطئ. طيب ألا تحب أن تسامح إذا أخطأت؟ تحب أه؟ سواء كان الخطأ في حق الآخرين. طيب فإذا كان الخطأ فيما بينك وبين الله، هل تحب أن يعفو عنك؟ اعفو عن خلقه يعفو عنك. هذه النقطة الثانية. فالأولى الدعاء في ظهر الغيب، الثانية التفكر في المآل الذي يترتب على ذلك. النقطة الثالثة أن هذا لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب في المطالبة بالحقوق. لماذا نتصور أن إذا سامحنا في قلوبنا ودعونا للمسيء معنى هذا أنه تعطيل لتحقيق العدل والحق؟ من أين جاء هذا التوهم؟ لا، تأخذ بالأسباب للمطالبة بحقك إن كان هناك حق، لاستعادة الحق إن كان أمر يتعلق بحق عام أيضا، لكن هذا لا 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 يلزم منه أن تستسلم للكراهية في قلبك، أن لا تدعو للشخص في ظهر الغيب. وألا هذا سيدنا الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، سجنه العباسيون، هذا الوالي العباسي في المدينة سجنه وجلدوا الإمام مالك حتى انخلع كتفه رضي الله عنه. فلما أخرجوه من السجن، وعلى أين تعرفين على أين سجنوه سيدنا الإمام مالك؟ الإمام مالك كان يفتي بأن طلاق المكره غير نافذ. طلاق المكره إيش؟ واحد جابوا له مسدس وقال له طلق امرأتك الآن ولا تضرب بالرصاص، وقال هي طالق. قال الإمام مالك هذا غير نافذ لأنه مكره ليس مختارا. فجاءوا بعض المتبرعين، يعني تعرفوا بعض الناس يحبوا الخير كثيرا، راحوا للوالي وقالوا له إنما يقصد بيعة بني العباس، سيسوا الكلام، هو يقصد أن أنتم بايعوكم الناس مكرهين وبالتالي يدعو الناس إلى التنصل من بيعتكم. فدعا الإمام مالك وقال له لا تفتي في هذا الأمر. قال إن سئلت أفتيت وإن لم أسأل لا أفتي. فدسوا له من يسأله فأجاب، فأخذوه وجلدوه ثم حملوه على الحمار بالمقلوب، هذه من أشد وسائل الإهانة، وهي المرة الوحيدة التي مشى بها في المدينة على دابة، حياته كلها يمشي على رجليه أدبا مع رسول الله. قال أستحي أن أمشي على دابة في أرض مشى عليها رسول الله بقدمه. المهم بعد ما سجن وعذب ثم خلاص، يعني بدأ لهم أن يطلقوه، أطلقوه وخرج الإمام مالك، فتبعه الناس الذين في المدينة يعرفون مالك إمام دار الهجرة، لا يفتى مالك في المدينة من التابعين. دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فانتظروا أن يدعو على هذا الله، فرفع يديه وقال اللهم إني قد عفوت عنه فاعف عنه. دعا لمن؟ ها؟ للوالي الظالم. اللهم إني قد عفوت عنه فاعف عنه. قالوا للإمام مالك لما دعوت عليه له ولم تدعو عليه؟ قال إني أستحي أن آتي يوم القيامة وقد دخل بعض قرابة رسول الله النار بسببي. هذا من بني العباس. الإمام أحمد بن حنبل بعد ما جلد كان يجلد حتى يغشى عليه، لأن المعتزلة في ذلك الوقت أثروا على الحاكم، فبالتالي كانوا إقصائيين المعتزلة، فحبوا أن يلزموا الناس برأيهم بالقوة، فجاءوا الإمام أحمد إما أن تقول بقولنا في خلق القرآن أو تجلد، فجلد الإمام وقتل كثير من العلماء فيها هذه تحت التعذيب. فالإمام أحمد رفض أن يفتيهم بغير قناعته، الإمام أحمد بن حنبل. بعد الجلد والأذى خرج رفع يديه ودعا للحاكم، فقالوا كنا نظن أنك ستدعو عليه. قال لا، ما قال ما ضرني إن أصلحه الله فنفع به أمة سيدنا محمد، هذا لو صلح إن الأمة لما تنتفع، أنا ليش أخلي شعوري بالألم الشخصي المتعلق بي أو بمن أحب حاجبا لي عن طلب المصلحة العامة للناس؟ قال إن أصلحه الله نفع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان الفضيل بن عياض يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر. يعني إيش يدعو له؟ يتمكن في الحكم أكثر؟ لا، أن يوفقه الله. ما معنى يوفقه؟ يلهمه الصواب والرشد. هذا في حق الأمور العامة، فكيف بالأمور الخاصة؟ واحد ظلمك في دراسة، أو زميل لك ظلمك في شيء، أو جارة أو صديقة أو أيا كان هذا النوع من الظلم، أو مدير في عمل. خلونا نتعلم نسامح، وصدقوني المسامحة ليست ضعفا، المسامحة قوة. تريدون الدليل على أنها قوة؟ أنها صعبة. هذا دليل أنها قوة، أنها صعبة، تحتاج جهد حتى تستطيع أن تسامح.
لكن الغضب ليس بصعب، من السهولة بمكان أن تغضب وتسب وتشتم، لكن أن تضبط نفسك. لو واحد غلط عليك في السيارة، أنت راكب سيارة تسوق وواحد ثاني جاء ودخل عليك، ممكن تشتم، هذه ردة فعل. ممكن تيجي تدخل عليه يكاد يصدم، تخليه يلبس في حيط ولا شيء، هذه ردة فعل. ممكن تعتبر نفسك كويس وطيب فتسرع إلى أن تحاذيه وتبصله كده لا حول ولا قوة إلا بالله. على فكرة النظرة هذه صحيح أفضل من الشتيمة، بس هذه النظرة دليل عليه، على أنه من الصعب أنك تسيب وتمشي، أنها تحتاج للساعد وشغل لسه فيها. أقل شيء سيبوني بس بصلوا أعطي نظرة كذا فيها، أخذ حقي بنظرة. متى يكون هناك شك في الدعاء؟ ما المقصود بالشك في الدعاء؟ وين صاحب السؤال؟ يعني شك في أن الله سيستجيب؟ إيه؟ الحديث ادعو الله. صاحب أو صاحبة السؤال فين؟ فين بنتنا أو ابننا صاحب السؤال؟ تفضل يا بنتي. ما مقصودك؟ هل تقصدين أن هناك شك في حصول الاستجابة؟ بارك الله فيك. نعم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هو المشكلة تعرفوا تبدأ منين؟ من فهمنا لمعنى الإجابة. الكثير منا يظن أن الإجابة معناه أن أنال بالضبط ما دعوت به، أن أنال ما بالضبط ما دعوته، ما دعوت به، ما سألت الله إياه. ليس هذا المقصود بالإجابة. المقصود بالإجابة حصول المنفعة من وراء ما سألته. حصول ليش؟ المنفعة من وراء ما سألته. أنت كنت تسأل وتظن أن المنفعة تترتب على شيء بعينه، يا رب تطلع لي الفيزا أوروبا مثلا ولا الأمريكا، يا رب يا رب تطلع لي الفيزا يا رب تطلع، وما طلعت الفيزا، ما أنا دعيت وما طلعت، وسجدت وسألت الله. ثم تفاجأ بعد ذلك أن أمورك في دراستك أكثر تتحسن، عملك يتحسن أكثر، فإذا بالذي من أجله كنت تريد أن تتأخذ الفيزا وجدت ما هو أفضل منه. لهذا قالوا لا يضيع دعاء أبدا، إما أن تنال ذات الشيء الذي طلبته، وإما أن يكون في علم الله أنه مضر لك فيعطيك شيء أفضل منه، أو أن يدفع به عنك سوءا أكبر، أو أن يدخره لك عطاء إجابة في الآخرة أضعاف ما كنت تريده في الدنيا. تفضل. بارك الله فيك. تفضل. هو يسأل يقول الأرض الآن 7 مليار إنسان تقريبا، حوالي 1.5 مليار و700 مسلمين. طيب الخمسة المليار و300 مليون دول كلهم رايحين النار وإحنا بس اللي في الجنة؟ هذا سؤال صح؟ السؤال الثاني، طيب هم ذنبهم إيه؟ أنا أبويا كان مسلم فطلعت مسلم لأن أبوي وأمي كانوا مسلمين، طيب هم ما وصلهم الإسلام؟ لحظة لحظة، أولا من قال أن كل من ليس بمسلم سيدخل النار؟ من قال هذا الكلام؟ يقول قال الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أي من يبتغي، ما معنى يبتغي؟ معنى عرضت عليه الأشياء بوضوح فعرف الحق واختار سواه. الأصل عندنا أهل السنة والجماعة، هذا بخلاف المعتزلة. المعتزلة في عقيدتي من فرقة من الفرق العقلية، يرون أن العقل كافي للوصول إلى الله وبالتالي يدخل النار من لم يؤمن بالله على الدين الصحيح لأن عقله عنده القدرة. لكن نحن في عقيدتنا أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية أن العقل يدل على الله لكنه لا يكفي للوصول إلى الله، فلهذا جاءت الرسل للدلالة. ودليلنا في ذلك قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما معنى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ يعني الذي لم تصله الرسالة لا يعذب، فغالب من في الأرض لم تصلهم الرسالة، وغالب من وصلتهم الرسالة وصلتهم مشوهة. الإسلام بالنسبة لهم أبو بكر البغدادي وداعش وما يفعلون. فالذي لم يصله تصله الدعوة على نحو يعني يقذف بسببه في قلبه إمكانية صحة هذه الدعوة، هذا إلى الجنة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
لكن تعرف احنا اللي ممكن نتحاسب عليهم لان احنا ما وصلنا لهم الاسلام لا بنقاشنا ولا باخلاقنا ولا بتصرفاتنا لان ما وصلنا لهم الدعوه الصحيحه. فهذه المساله الاولى، من قال ان الناس داخل النار كلها غيرنا؟ هذا الكلام مش صحيح ولا دقيق. تمام. النقطه الثانيه، طب انا اعرف ازاي، هذا كان في سؤالك، ان احنا على حق. ابحث، تعال وادرس، تعال وانظر، هناك ادله عقليه يسمونها العلوم المعقوله. كيف يستدل على صحه العقيده الاسلاميه عندنا؟ ليس بالايات وبالاحاديث. الايات والاحاديث ما يخاطب بها الا من امن بانها من عند الله خلاص، لكن واحد عاد عنده شك هي من عند الله او لا، لا يصح ان استدل بالايه القرانيه عليه ولا بالحديث. في شيء اسمها الادله العقليه، وخصص لدى المسلمين لاجل ذلك علم اسمه علم الكلام. ما هو علم الكلام؟ هو الأدلة العقلية على صحة المعتقد. وهناك علم آخر يخدم هذا العلم اسمه علم المنطق، وهو علم إنساني من قبل الإسلام موجود، المنطق الأرسطي وغيره. أئمة المسلمين وظفوا هذين العلمين، علم الكلام وعلم المنطق، وظفوهما في استخراج الأدلة العقلية على صحة عقائد المسلمين. وعلى هذا الأساس ناقشوا غيرهم وناظروا غيرهم وتوصلوا إلى صحة الصواب. أنت محتاج إلى إقناع عقلي فتسلك هذا المسلك. لا أنا ما عندي الوقت لأن هذا علم يحتاج تخصص، بس أنا محتاج إلى طمأنينة قلبية. لا، الطمأنينة القلبية غير الاقتناع العقلي. الطمأنينة القلبية اجعل لك ذكر في قلوة مع الله عز وجل، حافظ على صلاتك، ابحث عن معاني عباداتك لله، لا تكون مجرد صور أو تكون هيئات، ابحث عن معنى الركوع والسجود، ابحث عن معنى أن تكون مع الله في مزحك، في ضحكك، في صلتك بزملائك، في الناس الذين حواليك، في إتقانك للعمل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، هذه معاملة مع الله. فابحث عن الله فيك، تعرف معنى الكلام هذا؟ صحيح إن في خلق السماوات والأرض، ابحث عن الله في عظمة خلق السماوات والأرض، لكن ابحث عن الله فيك وفي أنفسهم أفلا يبصرون. ابحث عن الله عز وجل في باطنك أنت، في معاملاته لك، فيما يجريه عليك من أثر. كان في واحد ممثل مصري هنا صديق لي، قال أحكي لكم القصة تحب تسمعوها. قال أنا كنت يعني ما شاء الله دايس، يعني الشباب يعرفوا يعني إيش دايس، عايش حياتي. قالوا كنت بعد ما له كل ما أعمل لخبطة تجيني مصيبة فأفرح وأقول معنى كده أنه لسه يعني واخد باله مني، يعني لسه معايا، لسه ربنا معايا، لما أغلط يديني على دماغي فأنا فرحان بكذا. قالوا بعدين تبت إلى الله سبحانه وتعالى، رحت الحج ورجعت. قالوا بعدين يوم من الأيام لخبطت، ولما عكيت ما حصلت لي مصيبة اللي كانت لي. فقلت الله دي ألمت بجد، زعل مني، لا بشوف الحكاية دي. قال فرحت، أنا آسف على العبارة، بس قال رحت جبت بنت من إياهم يعني بمال، ركبتها معايا العربية، ولسه بلف إلا وجت عربية وخبطتني. قلت الله أكبر، اتصالحنا. قال فعرفت أن لسه لي حاجة عنده، لسه لي عنده خاطر. الذي أقصده مش ذات الفعل في القصة يا شباب، لا، في الأصل الإنسان ما يختبر الله عز وجل. الذي أقصده من القصة، ابحثوا عن معنى دقائق معاملاتكم مع الله. تفضل. لا يمكن أنا ما فهمت سؤالك، صح؟ تفضل. أيوة، ما فهمت سؤالك. مش حاسس. أنا أي يقول أنا ممكن أصلي، ممكن أقرأ قرآن، بس مش حاسس بحاجة. هذا سؤال مهم. بعض الناس يظن هذا متعلق بالاقتناع العقلي، قد يكون، لكن أنا أعتقد أنه وراء شيء آخر. ابحث فيما بينك وبين الله عن المعاملات اللي مع الله. شوف فين الشيء اللي فيما بينك وبين الله يحتاج تصحيح. هل في كبر خفي في باطنك فيما بينك وبين الله؟
هل في ظلم انت مستمر عليه ولو على حيوان عندك؟ اي هذا سؤال ثاني يقول لك في مجتمعات مش مستقيمة على دين وملحدة أو علمانية متطرفة أو ما لها علاقة بالدين وعايشين كويس متقدمين وأخلاقهم كويسة وإنسانيا مثل الدول الإسكندنافية يتعاملوا مع الناس بشكل كويس. أنا ما بجادلك في هذا الإنسان، ممكن حتى بغير الدين يكون إنساني في التعامل بشكل كويس، بس هذا إيش له دخل بصحة الدين من عدمه؟ هنا المسألة، هنا الخلط الذي يحصل. ركز معي، الخلط اللي يحصل إيش؟ أن عندما أرى أن في مجتمعات إنسانية وهي غير متدينة وفي المقابل مجتمعات متدينة غير إنسانية، أضيع التفكير العقلي، أصبح العاطفة تغلب علي. يعني إيش العاطفة؟ أقيس هذا على هذا وهذا على ذاك. طيب أنا بعطيك مثال الآن، أرقى من أرقى المجتمعات الإنسانية في أوروبا؟ أي دول أوروبا أرقى إنسانية؟ ها؟ شمال أوروبا، شمال أوروبا اسكندنافيا صح؟ الآن بمجرد ازدياد موجة الهجرة رجع اليمين المتطرف والنازية الجدد عندهم. ليش ارتفع انتخابات اليمين عندهم في بلدانية؟ هذه مسألة تحتاج تفكير، مش لأنهم ما عندهم آدمية وإنسانية، بس لأن هذه الآدمية والإنسانية لما تخضع للاختبار وتهتز بسرعة كذا بسبب أنها مش مؤسسة على أساس سماوي، تعامل سماوي مع فوق. ما تقولي وإحنا خيبتنا تقيلة، أي خيبتنا تقيلة؟ لأن إحنا مش ماسكين بديننا صح. اللي راحوا يتدينوا اتخذوا وسيلة للوصول للحكم، أو وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل، أو وسيلة لنيل الشهرة والنجومية في غالب الأحيان، أو الناس اللي ما تدينت بشكل جيد أخذت الدين بس واجهة اجتماعية، يعني نوع من النفاق الاجتماعي، يعني مجاملة الاجتماعية. بس كون فيها وجود هذا، وحتى وجود المجتمع الإنساني أو المجتمع المتقدم، لا يكفي ليكون أدلة عقلية على عدم وجود الله، على عدم صحة الدين. هذا مشوش نفسي مش عقلي، إذا كنا بنتكلم بالعقل. يعني الأدلة العقلية لا تكون مقيدة بالتجارب الواقعية مرة مرتين ثلاثة. طبعا أنا لما بقرأ في تاريخي، عندي تاريخ راقي في الجانب الإنساني، عندي تاريخ راقي في التقدم العلمي لما كنا ملتزمين، ولما ضعوا في التزامنا حصل من الذي حصل. فلهذا يا شباب لا تخلطوا بين الطرح العقلي وبين ردة الفعل النفسية. يعني أنا جلست مرة مع شباب، يعني أحببتهم، شباب قرروا أنهم ملحدين، هم قالوا عن نفسهم أنهم ملحدين، حوالي 30 شاب جلسنا طول الليل سهرانين إحنا وياهم. اللي لفت نظري إيش؟ أنه ما بين 30 الشاب يمكن 4 فقط هم اللي قارئين، هم اللي مذاكرين. اللي لما تكلمت معهم في اطروحات فلسفيه كان عندهم شويه نفس يتكلموا في الفلسفه. الغالبيه منهم عايشين، قرروا انهم يلحدوا لانهم زعلانين، يعني واخذين على خاطرهم من ربنا. بجد انا هنا ما استهتر بهم ابدا، لا يفهم من ذلك انتقاص منهم، بس غالب اللي كانوا معي في الجلسه، وهذا وجدته بعدين في الجزيره العربيه، شباب من السعوديه، شباب من اليمن، عندنا شباب من الاردن، هي موجه ولسه بتزيد الموجه هذه. بس غالب من جلست معهم لم يبنوا هذا الأمر على رؤى عقلية، يعني على منهجية عقلية علمية عقلية أدلة عقلية، بنوا على ردود أفعال، على ردة فعل تجاه واقع عام نعيشه زي اللي أنت تتكلم عنه، أو ردة فعل تجاه موقف شخصي حصل لأحد منهم. يعني مثلا 7 منهم دول اللي كانوا سهرانين معي كانوا حافظين القرآن، 7، 2 منهم كانوا خطباء مساجد، يعني حتى من خفة الدم المصرية. قلت له كيف عملت؟ قال رحت قلت لهم انا خلاص قررت اني ملحد، فشوفوا لكم خطيب غيري. قالوا لي انت جاي عندنا النهارده يوم الاربعاء وتقول لنا شوفوا خطيب غيري الجمعه بعد بكره؟ لا، انت كده بالصلاه على سيدنا النبي، تصلي بينا الجمعه وبعدين تبقى تلحد براحتك، يعني خذ وقت. شوفوا من الاوقاف، قال لا اوقاف مين اللي يجيبوا لنا في يومين خطيب؟ وعملت ايه؟ قال خطبت بيهم الجمعة وصليت بيهم. قلت انت ملحد؟ قال لي كادو. فالذي اقوله هذا إن 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 انه انه في جانب نفسي مش مرض نفسي، انتبهوا أنا لا اتكلم عن مرض نفسي، جانب نفسي، ردة فعل نفسية.
إما على موقف شخصي، يعني واحد من الشباب هذولا كان عنده مشكلة شخصية مع ناس متدينة، إما مواقف شخصية جابت ردة فعل، أو موقف من وضع عام أيضا جاب ردة فعل في التعامل، أو قراءة خاطئة للتدين، فهم خاطئ للتدين. فلا بد تفرق لما يكون عندك تساؤلات، وهذه مشروعة التساؤلات. شوف ما أنا أقول لك إيه، التساؤلات هذه إيش مشروعة، بس عشان ما تضيع نفسك وتضيع عمرك لازم تكون دقيق وجاد في التساؤلات. يعني إيش جاد؟ يعني تفرق بين التساؤل العقلي وبين ردة الفعل العاطفية النفسية على واقع أنت تعيشه. التساؤل العقلي قصة ثانية، التساؤل العقلي هذا دراسة عقلية، أدلة عقلية. فإما أنك تقول لا أنا عندي أسئلة عقلية، تعال بنجلس إحنا وياك. بالمناسبة يا شباب عندنا مبادرة في طابة اسمها سؤال SUAAL سؤال.org SUAAL سؤال.org، ولها صفحة في الفيسبوك. في ورش عمل يعملوها شباب مع الشباب في الأدلة العقلية، في الرؤى الفلسفية، في الأطروحات الفلسفية اليوم، يعني تشكل نوع من التحدي للخطاب الديني، والباب فيها مفتوح. أما ردة الفعل النفسية لا تسمح لها أن تدمر علاقتك بالله عز وجل. يا ابني نترك الحوار لحد الآخر. ابننا كان طلب السؤال، تفضل يا ابني. أنا كنت في مرة مع واحد صاحبي في منتجع تجاري، فهو قال لي في مرة كده لقيته بيقول لي أنت إزاي أنا حاسس اللي ربنا بيدي الناس اللي مش بتستحق اللي هي تبقى معاها، وبياخد من الناس اللي هي تستحق فأنا ما عرفتش أرد عليه، سكت. أحسنت. فأنا مش عارف رد، هو مش موجود معنا حاليا، بس أنا عايز هذا يسأل يقول أحيانا أحس أن الله يعطي ناس ما لا تستحقه ويحرم الناس تكون هي أكثر استحقاقا. تمام. هو السؤال الذي ينبغي أن يبنى على هذا السؤال، ما هو المعيار الذي على أساسه جزمت أن هذا يستحق وهذا لا يستحق؟ هنا الكلام في حدود علمي، أنا عشان أكون دقيق، في حدود علمي هذا يستحق وهذا لا يستحق. وعلمي ليس محيطا بالأشياء، علم الله هو المحيط. ثم قد يكون العطاء هو نوع من العقوبة أصلا، قد يكون العطاء نوع من إيه؟ من العقوبة أصلاً. تفضل حضرتك. شكراً جزيلاً على هذا اللقاء الرائع. أنا سؤالي سريعاً وباختصار يتعلق ب هل العقل الإنساني قادر على الشك واليقين؟ هل قادر على الانتقال من الشك إلى اليقين؟ أنا أرى في اعتقادي الشخصي، لو أقدر أقدم إجابة مؤقتة لحين ما أسمع إجابة حضرتك، إن العقل الإنساني قادر على إقامة الشكوك، ولكنه غير قادر على إقامة اليقين، لأن اليقين لدى الإنسان نسبي. علمنا تاريخ الفلسفة، وعلى سبيل المثال ريني ديكارت قال العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس. فأنا أرى أن العقل قادر على الشك، ولكنه غير قادر على اليقين، لأن اليقين في اعتقادي هو نسبي. شكرا جزيلا. طيب ممكن اسالك سؤال؟ اعطي مكبر الصوت لو سمحت. ممكن اسالك سؤال؟ تفضل. ما هو مفهوم اليقين؟ اليقين عندي 1 زائد 1 يساوي 2. هذا مصدر من مصادر المعرفه اللي هو الادله العقليه. 1 زائد 1 يساوي 2 تم اثبات انه غير يقين، لان 1 زائد 1 اثبتت الدراسات الرياضيه انه يساوي 8، وبالتالي 8 وعندي بعض الدلائل العلمية للتأكيد ذلك، 1 والزائد 4 ويساوي 2 أدي 8. تمام. وبالتالي اليقين هنا كيف نقيم إدارة عقلية لفكرة اليقين، وهل جميل. أي إنسان قادر على أن يضع جميل. اليقين في ذاته العقلية؟ طيب إيش تعريف العقل، الإدراك العقلي؟ تعريف العقل هو المعرفة في اعتقادي الشخصي. شكرا شكرا شكرا. هذا يعني سؤال مهم من الأستاذ الكريم، الأستاذ سامح حفظك الله. هي رؤية فلسفية ناتجة عن مرحلة الحداثة وما بعد الحداثة، كانت مرحلة التنوير ثم الحداثة ثم ما بعد الحداثة. المشكلة تعاظمت بعد مانويل كانت عند نيتشه على التحديد، اللي هي رؤية النسبية المطلقة في كل شيء، لا شيء مؤكد ولا شيء حقيقي على المطلق، والقول بالنسبية المطلقة اعتراف بوجود حقيقة مطلقة وهي فيما يدعيه النسبية المطلقة، فهذا يسمى بالتناقض العقلي.
القول بالنسبية المطلقة تناقض عقلي. لماذا تناقض عقلي؟ لأنه اعتبر أن هناك حقيقة مطلقة واحدة في العالم وهي أن النسبية مطلقة. هو بالنسبة له إطلاق النسبية حقيقة مطلقة في هذه الحالة، فهو أقر هنا بوجود الحقيقة المطلقة في سياق نفيه للحقيقة المطلقة، وهذا التناقض الذي وقع فيه نيتشه في رؤيته. عندما آتي مثلا إلى الرؤية الرياضية اللي حضرتك ضربت المثل فيها، لا واحد زائد واحد ما يساوي ثمانية، اللي حضرتك شرحته آلية، مش واحد زائد واحد، آلية فيها رؤية فلسفية لكيفية تفصيل معين نخرج منه إلى عدد ثمانية، وأنا قابلها، بس ما تصير واحد زائد واحد، مش رياضية هذه فلسفية. عايزين ناخد سؤال من بناتنا هناك هنا. ممكن سيدي بس تعطيني دقيقتين بس؟ عفوا. ممكن دقيقتين، لأن الكلام اللي يسأل عنه جدا 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 مهم، وأنا آسف على الاستطراد، الدكتور حريص أنه ناخذ أكبر قدر وأنا حاضر بعدها بسرع، بس اللي يقوله كلام مهم جدا. بعطيك مثال في هذا يعني الاضطراب. هذا المثال مثلا، قول العبارة التي قالها اسمه من العالم الكبير الفيزيائي اللي توفي قريب، ستيفن هوكن قال عبارة، قال لقد ماتت الفلسفة. هذه عبارة معروفة لستيفن هوك، قال لقد ماتت الفلسفة، بناء على إيه؟ على أن العلم التجريبي حل محل الفلسفة. وهذا قمة التناقض من ستيفن هوكن. طبعا ستيفن هوكن ياريتني أتلمذ عليه في الفيزياء، مجاله، لكن هنا دس أنفه فيما ليس باختصاصه، وهو فلسفة العلوم. فلسفة العلوم هو يقول بموت الفلسفة، أن العلم التجريبي قضى بموت الفلسفة. كيف عرفت أن الفلسفة ماتت؟ جبت مجس عضوي عن طريق ميكروسكوب، عن طريق مجهر. القول بموت الفلسفة فلسفة، هو ليس نتاج مجهري. القول بموت الفلسفة إيش؟ فلسفة. فهو متناقض في القول بموت الفلسفة فلسفة، أوقع نفسه في تناقض. لهذا نقول لك لا، في حقائق علمية عقلية مطلقة. زي إيش مثلا؟ الوصول ما بين نقطتين، السير من نقطة إلى نقطة على أرض مستوية، أقرب طريق لها الخط المستقيم. هذه لو تطلع الدنيا وتنزل ما تتغير هذه القاعدة، حقيقة مطلقة. الكلام هنا على سطح مستوي، مش على كرة أرضية، على سطح مستوي، على عند السطح المستوي الوصول ما بين نقطة إلى أخرى أقصر طريق للوصول إليها إيش؟ الخط المستقيم. هذه حقيقة عقلية مطلقة ما يمكن تشك فيها، ولو شكيت فيها بدون دليل فهذه سفسطائية، مش فكر عقلي. وهذه النقطة اللي أخذها حجة الإسلام الغزالي على الفلاسفة في كتابه تعبد الفلاسفة، هو لم يكن ضد الفلسفة. للأسف البعض لم يقرأ تهافت الفلاسفة ومع ذلك يعني يتكلم بناء على رد بالرشد في تهافت التهافت. لكن الحقيقة أن الإمام الغزالي كتاب في الفلسفة قبل التهافت اسمه مقاصد الفلاسفة، رصد فيه ملخص من أندر ما يكون في جزء واحد، لخص جميع المبادئ الفلسفية السابقة منذ أن قالوا يلا فلسفة إلى عصر الغزالي الذي توفي سنة 504 للهجرة، 505. ثم بعد ذلك ألف تهافت الفلاسفة، قصد بهم نوعا من الفلاسفة وهم السفسطائيين، الفلاسفة الذين تماهوا في رؤى فلسفية ألغوا بها الرؤى العقلية، القواعد العقلية المستعملة. سامحوني إذا استرسلت شوي في كلام، نوع فيه شيء من الدقة، بس السؤال يعني أغراني، سؤال الأستاذ حسام أغراني، تفضلوا إذا تشيروا على حد من بناتنا عشان بس ندي فرصة، يبقى هنا وهنا يبقى كل الإيه الجهات. بنتنا تفضل يا بنتي. سمعت هو حضرتك يعني قلت الظلم، عرفان مايك الظلم، ان هو حضرتك قلت ان الشخص يدعيله، قلت ان الشخص يدعيله، يعني انا ببقى جواه يعني احساس وحش جدا، فبضطر ان انا بدعي عليه بأي طريقة مضطرق بقى. لا يعني احساس تمام. هو سؤالك ايش؟ هل لا يعني سؤال، أنا تعرضت للظلم. أيوة مثلا سؤالك، هل من حقك تدعي عليه مثلا؟ هذا السؤال؟ لا أنا ما بعرفش إن أنا إيه أدعي له،
ببقى مش طايقاه عامه يعني، فانا لسه تمام. حقك 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 انك مش طايقه. واضيف لك شيء اخر، انا لما نصحت بانك تدعي له مش معناها انه يحرم عليك ان تدعي عليه. من حقك ان تدعي على من ظلمك، لكن شريطه الا تتعدي في الدعاء. لكن اقول لك الافضل لك ان تدعي له. قلت انا مش قادره. جميل جميل انك انت ما خدعتي نفسك. عارفه ايش الجميل في كلامك؟ انك ما خدعتي نفسك، ما قلتي لا الدعاء له مش هو الافضل، هذا خنوع وهذا استسلام للظلم. لا، قلتي انا مش قادره. حلو، قولي اللهم انك تعلم اني عجزت فاعني. تمام، بمعنى انك لا تستسلمي لشيء انت مقتنعه انه لازم تتخلصي منه. في فرصه انك تكوني احسن بالطريقه هذه. على فكره الانسان اللي يقدر يسامح يتحرر. هي حاجه كويسه التسامح طبعا، بس يعني هي لو يعني لو انا الظلم ده غير لي حاجه جزء كبير في حياتي. ابدأي بالدعاء له من وراء قلبك. والله صعب يعني بجد. ادعي له من وراء قلبك في البداية، وبعدين شيء فشيء بتتعودي. أنا عايز أسأل إيه حكم الدين من الانتحار بسبب مرض زي مرض الاكتئاب المزمن مثلا؟ ايه حكم الدين من الانتحار بسبب مرض نفسي زي مرض الاكتئاب المزمن؟ الانتحار حرام. الانتحار حرام لان الانسان ليس من حقه ان ينهي حياته، هو لا يملكها. الروح والحياه هي ملك الله عز وجل. ويجي سؤال بعد ذلك، طيب ايش حكم المنتحر؟ هل هو في النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الذي ينتحر يدخل النار، ولكن هذه المسألة في حق الذي ينتحر وهو بكامل القوى العقلية وهو مميز مدرك. لكن الإنسان الذي يصل من جاي يا سيدي، هذا الذي كنت تريد أن أقوله. لكن الذي يقول الطب أن لديه مرض حقيقي، وهذا المرض الحقيقي يعني لم يعالج، لم يهتم به، أهمل أو ما أحد يعني راعاه، ووصل إلى درجة الله أعلم بأحوال البشر، لكن وصل إلى درجة كان قد انتحر فيها بغير اختيار منه. الشريعة تقول أن الإنسان إذا انتفى الاختيار عنه انتفت المحاسبة. المحاسبة في الشريعة مبنية على الاختيار، فإذا انتفى الاختيار فلا حساب. الإكراه ضد التكليف. التكليف لا يكون إلا بعاملين، العقل والاختيار. إذا حصل العقل والاختيار فالذي، وهذا الله وحده الذي يعلم به، وقد يطلع الأطباء على جوانب منه. إذا كان انتحاره مبني على اكتئاب حقيقي كلي سيطر عليه، لا، الله أرحم من أن يجمع له بين همين، هم الاكتئاب في الدنيا وهم العذاب في الآخرة. وبالمناسبة كل الأشياء التي نقولها لكم والتي نرويها ونذكرها في كتاب أو في سنة أو في نقل عن العلماء هي تشريع تلزمنا ولا تلزم الله سبحانه وتعالى. هي تشريع. المقصود إيه؟ المقصود من التشريع إلزامنا نحن لنغلب أنفسنا، لنكون أقوى من أنفسنا الأمارة بالسوء، لنتحرر من أن نرق أنفسنا. لكن ليس المقصود منها أنها ملزمة للرب جل جلاله، رحمته وسعت كل شيء. بارك الله فيك. هذا اللي كان واقف، تفضل. السلام عليكم. أشهد الله إني أحبك في الله. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول عاوز الرد على كل المثل المصري ربنا عرفه بالعقل. السؤال الثاني إزاي أخليني ما جسدش ربنا في عقلي؟ دي حاجة بتحصل كتير إن أنا بجسد ربنا وأعمل له شكل وأعمل له هيئة معينة في عقلي. فهل هذا يؤدي للشرك؟ وإزاي أعالج الموضوع ده؟ شكرا. أولا لابد أن الفقير إلى الله يحب تحرير المصطلحات. لما نقول عرفوه، ما المقصود بكلمة عرفوه؟ هناك معنيان لمعنى عرفوه. عرفوه أي عرفوا وجوده، أي صح العقل يستدل به على وجود الله. لكن عرفوه بمعنى عرفوا ذاته العلية، لا، العقل لا يدرك كنه الذات العلية، هو دون مستوى ذلك. ولكن الله عز وجل أودع فيك قدرة على الارتقاء في معارج معرفة ذاته العلية دون الإحاطة بها، وهو القلب. فهناك معرفة بالعقل وهناك معرفة بالقلب، ولا تناقض بينهما.
لا تناقض بينهما، كل منهما يكمل الآخر. العقل يدلك على وجود الله، يوصلك إلى أن الله موجود، لكن معرفة الله لا تكون إلا بالقلب، اتصال القلب بأنوار المعرفة الإلهية. وأما تصور شكل لله فلا، الله سبحانه وتعالى منزه عن المكان والزمان والجسم، لا يحس ولا يمس ولا يجس، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا تحويه سماء ولا يحويه أرض، هو خالق السماء والأرض، أين كان قبل أن يخلق السماوات والأراضين فهو الآن حيث كان، فهو فوق المكان والزمان، فوق المكان والزمان. هذا يسأل عن مسألة حكم جمع الصلوات بداعي السفر أو العمل. السفر إما سفر طويل يصح فيه الجمع والقصر، وإما سفر قصير يصح فيه الجمع دون القصر. وأما العمل فالأصل أن الإنسان لا يجمع من أجل العمل إلا إذا اضطر لضرورة، شريطة أن لا تكون عادة، شريطة أن لا تكون إيش؟ عادة. مرة هكذا كل 3-4 شهور حصل ظرف، ما عليش يجمع. الجمع يكون بين ظهر وعصر ومغرب وعشاء. السلام عليكم. الأول أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا مسلمة يعني معرفتي عن ديني محدودة جدا، فأنا كل ما أجي عشان أسمع أي حاجة أعرف معلومات أكتر عن ديني فبسمع شيوخ مختلفة، فالشيخ ده يقول كذا وده شيخ كذا، فأنا محتارة أمشي ورا مين، وده مش أنا الواحد يعني. السؤال الثاني، الدين الإسلامي أو حتى المسيحي ده يعني دين المفروض ان احنا نكون نعرفه عنه معلومات كتير قوي، ليه ما يكونش مادة اساسية في المدارس وفي الجامعات، خاصة في الجامعات زيه زي اي مادة تانية؟ يعني احنا في كليات بناخده مواد اغلبية المواد متكونش تخصصنا، ما مش هتفيدنا بعد كده، ليه ما يكونش لمادة الدين زيهم؟ شكرا. السؤال الاول ايش كان ذكريني؟ نعم، اختلاف المشايخ او اختلاف الاراء الدينية. الآراء التي تطرح أو الفتاوى أو الإخبارات لها 3 مجالات، مجال عقدي، ومجال أخلاقي متعلق بالمبادئ الأخلاقية، ومجال فقهي حلال وحرام افعل ولا تفعل. العقدي أصول العقيدة لا مجال فيها للاختلاف، واحدة. فروع العقيدة يمكن الاختلاف فيها، أيوة ممكن الاختلاف فيها. سيدتنا عائشة قالت لم يرى النبي ربه ليلة المعراج، سيدنا ابن عباس قال رأى النبي ربه ليلة المعراج. لا عائشة قالت على ابن عباس مبتدع، ولا ابن عباس قال عن عائشة مشرك. هو الضيق حصل عندنا إحنا في المتأخرين. فهناك أصول في العقيدة لا خلاف بين أهلها، هناك فروع في العقيدة الخلاف بين أهلها ظاهرة صحية. هناك المبادئ الأخلاقية، هذه لا مجال للاختلاف عليها. القول بنسبية الأخلاق من كوارث الثقافة ما بعد الحداثية، ثقافة ما بعد الحداث، القول بنسبية الأخلاق، لا، المبادئ والأخلاق هذه ليست نسبية من حيث أصولها. الفروع نعم تختلف من بيئة إلى بيئة وعرف إلى عرف. أما مسائل الحلال والحرام، وهذه يمكن أكثر شيء الشباب يحسوا أنهم تبرجلوا فيها من المشايخ، بالعكس يمكن تكون المسألة الواحدة فيها الفتوى بالجواز وفتوى بالمنع. المهم الذي يفتي هذا هل هو أهل؟ لأن مفهوم التأهل عندنا فيه ارتباك. يعني أنا مبتلى مثلا، مكلمكم الفقير إلى الله، مبتلى بالظهور في الإعلام من 25 سنة، ما في ولا قناة لا خاصة ولا حكومية سألتني ما هو مؤهلك الشرعي الذي يسمح لك تتكلم في الدين، بس لأنه في نجاح وفي قبول بين الناس ما يطلبه المستمعون ولا المشاهدون، هاتوا لنا الشيخ ده في ناس كثير تشاهده. هذا سوى اضطراب، عدم احترام التخصص. لكن إذا كان الشيخ متخصص ومأذون له في الفتوى في مجاله كمان، حتى الفتوى تخصصات، ما يجي واحد ما هو متخصص في شيء فيفتي فيه. حتى لو الاثنين متخصصين وجابوا فتوتين متناقضتين، لكن الحق أن تأخذي بإحداهما. بالعكس هذه من السعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة.
فبعض الصحابة أخذوا الحديث على الظاهر ففاتتهم صلاة العصر، صلوها مع المغرب، وبعضهم قالوا إنما أراد رسول الله الإسراع، أن بسرعة عجلوا، فصلوا في الطريق صلاة، خففوا الصلاة ومشوا. لما وصلوا للنبي أخبروه، أقر الرأيين، كان من الممكن يقول كلكم اجتهدتوا على خير، لكن الصواب أنا كان قصدي كذا، لم يرجح. لماذا لم يرجح؟ فسح المجال للرأيين للسعة التي نحتاج إليها. تعرف المشكلة إيش؟ مش في اختلاف المشايخ وبس، ماذا أبحث عنه؟ هل أبحث عن حكم الله في المسألة لأحمل نفسي على العمل بها، أم أبحث عن فتوى فقط التي تعطيني ما أريد؟ هنا الفارق. كيف يا شيخ لو سمحت، كيف أستدل على أن الله يحبني؟ يعني إيه الدلائل على كده؟ الله، هذه تسأل كيف أستدل على أن الله يحبني؟ أن ألهمك أن تسألي هذا السؤال، لو لم يكن يحبك لما شغلك بهذا الموضوع. إذا شغل قلبك بطلب محبته فمعنى هذا أنه يحبك، هو كريم قريب ودود. وشرف لنا كلام حضرتك. دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم قال سنقسم امتي على 73 فرقه، واحده ناجيه و72 في النار. الفرق، حديث الافتراق الامه الى 73 فرقه، حديث الى قوله وستفترق امتي الى 73 فرقه صحيح، زياده كلها في النار ضعيفه في اختلاف على صحتها، كيف وفي روايه اخرى ضعيفه كلها في الجنه. فالقاعدة الشرعية عندنا في الأحاديث، حتى الأحاديث الصحيحة بل حتى الآيات القرآنية، لا نأخذ الحكم من الآية ولا من الحديث فقط، بل نأخذ الحكم من جمع الآيات والأحاديث التي في الباب، من غير تشبيه مثل البزل. تعرفون البزل يا شباب؟ حتى تكتمل الصورة لابد أن أجمعها. فصناعة الفتوى الشرعية تقتضي أن لا أخذ نص واحد وأحكم على الأمة كلها من خلال هذا النص. لما يقول سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كيف تكون خير أمة أخرجت للناس والهالكين فيها أكثر من الهالكين من اليهود والنصارى؟ ما يتأتى هذا؟ هذا اتخذوه البعض وسيلة سياسية للصراع الطائفي والصراع المذهبي في داخل صفوف الأمة. طلعوا إخواننا المتسلفة الله يهدينا وإياهم في 30-40 السنة الماضية، فرقة ناجية الفرقة الناجية الفرقة الناجية. طيب حتى الزيادة الضعيفة الذين هم على ما أنا عليه من أصحابي، هل كان أصحابي يدعون أنهم هم الناجون وغيرهم هالك، أم أن كان سيدنا حنظلة يقول نافق حنظلة، سيدنا أبو بكر يقول نافق أبو بكر، يتهم نفسه بالنفاق خوفا من الله عز وجل؟ هذا الفارق يا جماعة. مش شغلنا نحكم على الناس، هذه مصيبة كبيرة، هذه منازعة لله في الربوبية. مش شغلنا نحكم على الناس، شغلنا نحن يعني نأخذ المعاني نحكم بها على أنفسنا، نصوب بها أنفسنا. لنا الحق أن نحكم بما نراه على الآراء التي يطرحها الناس، لنا الحق بمعنى أن نقيم فيما نراه تصرفات الناس وأفكارهم، لكن مقاصدهم ومآلاتهم هذه عند الله سبحانه وتعالى. من جعلك ربا حتى تحكم على البشر؟ في الحديث هذا الرجل فاسق بني إسرائيل وعابد بني إسرائيل، فاسق بني إسرائيل يعني ضارب المثل، جالس هناك على الساحل وما ترك معصية إلا وفعلها، وعابد بني إسرائيل في الجبل له 70 سنة يعبد الله سبحانه وتعالى ناسك. في يوم من الأيام أراد ناسك عابد بني إسرائيل ينزل إلى الساحل، وأراد فاسق بني إسرائيل أن يصعد، فالتقيا في الطريق، التقيا في الطريق، فأعرض كل منهما عن الآخر، أما الفاسق فأعرض حياء من العابد، استحى. أنا يعني أقل من أن يقابل رجل عابد وأنا فاسق. وأما العابد فأعرض تكبرا على الفاسق، هذا فاسق.
وقال هذا العابد لن يغفر الله لهذا الفاسق، فقال الله عز وجل أعلي يتألى؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، فابدأ على حد سواء. في رواية أن هذا العابد من كثرة ما صلى كان في سحابة تمشي فوقه، فلما التقيا هذا أعرض حياء والآخر أعرض كبرا، تركت السحابة العابد ومشت تظل الفاسق، لأنه في كبائر قلبية يا شباب انتبهوا، في معاصي قلبية هي أشد من المعاصي الجسدية. باطن الإثم، الله سماه باطن الإثم، الشيء الذي يكون في القلب. الكبر أشد من الزنا، إثم الكبر أشد من الزنا. أي الكبر، الكبر هذا لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. سيدي قبل أن نسمع السؤال الأخير، قبل أن نسمع إجابة حضرتك عليه، زميلتنا بس كانت حابة تسأل حضرتك سؤال، عرفي نفسك. أنا من طلاب شير، طالبة في كلية الفلسفة، أداب فلسفة، أداب فلسفة. هو أنا عاوزة أرد على زميلي اللي سأل وقال إن ربنا بيدي ناس هي بتستحق وبياخد من ناس ما بتستحقش، وبيدي ناس بياخد من ناس ما بتستحق أكتر. هو في حديث قدسي بيقول إن الله يغني ناس لو افتكروا لبطشوا في الأرض، يعني ظلموا، وبيفكر ناس لو اختنوا لبطشوا في الأرض. يعني هو لو هو كان كده، لو هو كان فعلا ربنا شايفه ان هو يستحق، كان ممكن يديله وكان ممكن يظلم ناس كثيرة اكتر من كده. بارك الله فيك. عايز اقول كلمة شكر واجبة لزميلنا الاستاذ محمد فتحي. حقيقي انا يمكن اول مرة التقي به اليوم، ولكن انا عايز اقول يعني لابد أن نشكره جميعا، إدارة الجامعة وبناتنا وأبنائنا الطلاب والزملاء من هيئة التدريس، لأنه هو من سعى إلى أن نشرف اليوم بهذه الزيارة واللقاء الكريم مع الداعية الجميل الحبيب الجفري. وكما قلت في بداية حديثي، فهو اسم على مسمى، فهو حبيب وحبيب إلى قلوبنا. وأترك الميكروفون مرة أخرى لزميلنا محمد فتحي. أنا بشكر حضرتك يا دكتور، بنشكر حضراتكم جدا على حسن الاستماع. القاعة دي بتبقى دايما مليانة، لكن الحقيقة أول مرة النهاردة يبقى فيها هذا القدر من الإنصات. باسمكم وباسم جامعة حلوان نشكر سيدي الحبيب علي الجفري، ويتشرف الأستاذ دكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بتسليم الحبيب علي الجفري درع الجامعة. جميع الأسئلة اللي وردت للحبيب علي، جميع الأسئلة اللي وردت للحبيب علي هنتفضل ب يعني توصيلها للفريق المرافق لي، وبإذن الله هيتم الإجابة عليها من خلال الموقع الرسمي بتاعه. شكرا جزيلا.